أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أسعد الله أوقاتكم. مادة اليوم مادة العلوم، الوحدة الثانية، الدرس جهاز الأطراح. تعرفنا في الوحدة الثانية على أجهزة الجسم، وكان من ضمنهم جهاز الهضم. جهاز الهضم هو مختص بهضم الطعام، وشفنا شلون كيفية الأجهزة اللي تقوم بهضم الطعام. الطعام دائما لما يدخل لجسمنا في طعام مفيد وطعام غير مفيد وضار، فبحاجة لجهاز يقوم بطرح هذه الفضلات السامة إلى خارج الجسم. درسنا اليوم درس جهاز الإطراح، أي مهمته طرح الفضلات خارج الجسم. نتعرف على درسنا اللي هو جهاز الإطراح. نعرف عملية الإطراح. الإطراح هي عملية إخراج الفضلات إلى خارج الجسم. إذن إخراج الفضلات إلى خارج الجسم نسميها عملية الإطراح. الآن أقسام جهاز الإطراح، عندنا مجموعة من الأقسام اللي تقوم بمهمة إطراح الفضلات إلى خارج الجسم. أولاً الكلية. الكلية تقع على جانبي العمود الفقري وتشبه حبة الفاصولياء بهذا الشكل، لونها بني مائل إلى الحمرة. نعم، تقوم مهمتها تقوم بتنقية وتصفية الدم من الفضلات. الدم يجي محمل بالفضلات وبالدم النقي، فمهمة الكلية هي التصفية والتنقية من الفضلات اللي تكون موجودة في الدم. القسم الثاني الحالب. طبعا لكل إنسان كلية، كليتين لكل إنسان كليتان، كليتان تقومان بهذه المهمة. إذن كم كلية؟ اثنين. نعم، كليتان تقومان بتصفية وتنقية الدم من البول. ثانيا الحالب، وأيضا لجهاز الأطراح كم حالب؟ حالبان يكون في جهاز الأطراح، يقومان أيضا عبارة عن أنبوب، اثنين معناته أنبوبين، يمر من خلاله شو البول. طبعا مو قلنا الكلية هي مهمتها التصفية والتنقية، بحاجة إلى أنبوب من أجل شو أن يخرج من الكلية عن طريق الحالبان الموجودان، نعم، والمرتبطان بشو بالكلية، فيمر من خلاله البول من الكلية إلى لشو إلى المثانة. إذن مهمة الحالبان فقط هو إيصال من الكلية إلى المثانة. نعم، المثانة هي جوف عضلي بالتعريف يتجمع فيه البول، فقط مكان للتجمع. نعم، جوف عضلي يتجمع فيه البول. إذن هذا القسم الثالث. القسم الرابع هو الإحليل. نعم، هي القناة التي يطرح من خلالها البول إلى خارج الجسم. إذن الإحليل هي القناة المهمتها شو طرح الفضلات إلى خارج الجسم. بهذا الشكل هذا نتعرفنا على أقسام جهاز الإطراح. الكلية قلنا لكل إنسان سليم كليتان، وأيضا الحالب حالبان، المثانة واحدة طبعا، والإحليل اللي من خلاله يطرح شو البول إلى خارج الجسم. أيضا في عندي في الفقرة الثانية بعض الأعضاء
المساعدة في عملية طرح الفضلات. إذن مو بس الكلية أو قلنا الإحليل اللي مهمتهم هم طرح الفضلات خارج الجسم، بل إن هناك أيضاً أجهزة مساعدة لطرح هذه الفضلات أو الأعضاء. نعم، أول عضو عندنا الجلد، وفي عندي الرئتان، في عندي الكبد، ثلاث أعضاء أيضاً مساعدة في طرح شو الفضلات السامة الموجودة في جسم الإنسان. إذن الجلد يقوم بتخليص الجسم من المواد السامة عن طريق التعرق من خلال المسامات. إذن من خلال المسامات يتم التعرق، عندما يتعرق الجسم فيخرج الفضلات السامة عن طريق المسامات الموجودة بالجلد. نعم، هي عبارة عن فتحات تهوية يخرج من خلالها شو الفضلات اللي هو التعرق. إذن هذا مهمة شو الجلد. في عندي الرئتان تقوم بتخليص الجسم من بخار الماء وغاز CO2 اللي هو غاز ثنائي أكسيد الكربون، الغاز شو المضر للإنسان، واللي يخرجوا أثناء عملية الزفير. أثناء عملية الزفير قلنا في الشهيق يأخذ أكسجين، في الزفير يطرح غاز شو المضر، الغاز ثنائي أكسيد الكربون CO2. نعم، هاي مهمة شو الرئتان. في عندي القسم الثالث، القسم الثالث هو الكبد، يقوم بتخليص الدم من المواد السامة ويقلل من ضررها. إذن مهمة الكبد هي مختصة بالدم، اللي هي تقوم بتصفية وتنقية الدم، نعم، من المواد السامة. نعم، لأنه يظلت هذه المواد السامة في الدم راح تسبب أضرار في جسم الإنسان. نعم، طيب، هذه أيضاً الأعضاء المساعدة في عملية طرح الفضلات اللي هي الجلد والرئتان والكبد، ثلاث أقسام أيضاً مساعدة للأقسام الأربعة اللي مرت معانا، هي أقسام جهاز الأطراح، الكلية أو الكليتان، الحالبان، المثانة والإحليل. نعم، كيفية طيب الحفاظ على صحة جهاز الإطراح؟ نقدر نقول الإنسان هو السليم يقدر يحافظ على هذا الجهاز، نعم، وما يعرضه للخطر باتباع هذه الخطوات. أول خطوة هي شرب الماء بكميات معتدلة. الماء أيضاً يساعد على طرح الفضلات والمواد السامة، نعم، من خلال الأجهزة المختصة مثل ما قلنا الكلية أو الكبد. نعم، اثنين، تجنب الحركات العنيفة عند ممارسة الرياضة واللعب. الحركات دائما العنيفة اللي تكون على نعم جانبين، يعني على جانبين العمود الفقري الموجودة فيها شو الكلية والكبد أو الكليتان والكبد، فأي حركة عنيفة راح تؤدي إلى إذاء هذين الجهازين أو تعطلهم نوعا ما عن العمل. أيضا في عندي تجنب الإكثار من الأغذية الغنية بالأملاح. دائما الأملاح تسبب ترسبات في الجسم، وهذه الترسبات تشكل عندنا الحصى والرمل. إذا تجنب الإكثار من الأغذية الغنية بالأملاح، نعم، لأن الأملاح تترسب في الكلية وتتجمع لتكون الرمل والحصى. إذن هاي أيضاً كيفية الحفاظ على صحة جهاز الأطراح. قلنا أول شيء نتبع الخطوات التالية: شرب الماء بكميات كبيرة، نعم، بكميات معتدلة وكثيرة أيضاً، وهذا كله يساعدنا على قيام الأجهزة بعملها بشكل سليم. تجنب الحركات العنيفة عند ممارسة الرياضة، نعم، لأنه هذا يؤذي شو بعض الأجهزة، نعم، اللي مهمتها هي التنقية والتصفية.
تجنب الإكثار من الأغذية الغنية بالأملاح المعدنية والتي تترصف في الكلية لأنها تشكل الرمل والحصى. أعزائي التلاميذ، في نهاية الدرس نشكركم ونلتقي وإياكم في دروس قادمة إن شاء الله.